طيلة هذه الفترة وطيلة الفترات السابقة والسنوات السابقة، وهي تعد العدة لتحرير الوطن من الإرهاب ومن المجرمين ومن الغزاة الأجانب. كيف؟ مثلا في الفترة الماضية بدأت إعادة هيكلة غرفة العمليات بالكامل، بدأت إعادة هيكلة كل الوحدات وكل خطوط النار. الآن تم تحسين خطوط الدفاع عن مدينة سرت بشكل ممتاز جدا بخبرات عسكرية ليبية وبتنفيذ إدارات وهيئات وأركانات القوات المسلحة العربية الليبية. الآن تم تحسين كل تلك المنطقة، تم تدعيمها بما يلزم من أسلحة ثقيلة، المدفعية الميدان، المدفعية الصاروخية، وتم تدعيمها بما يلزم من الدروع ومن أسلحة الرادار أو أسلحة الدفاع الجوي من رادارات وصواريخ، سواء دفاع جوي ميداني سواء دفاع جوي استراتيجي. على مستوى القوات الجوية، الآن القوات الجوية استطاعت رفع كفاءة عديد من الطائرات متنوعة، منها طائرات قاذفة، منها طائرات دعم ناري قريب، منها طائرات احتراز جوي، ومنها طائرات العمودي بجميع أنواعها، سواء الطائرات الهجومية، سواء الطائرات النقل والإمداد، سواء طائرات الاستطلاع والتصوير المختلفة الأنواع. إذن الآن القوات الجوية في جهوزية تامة للمعركة، القوات البرية في جهوزية تامة للمعركة. وأعتقد أن درس يوم 6 يونيو أو 6 الماضي، 6 يونيو الماضي، هذا الدرس وصل كما ينبغي إلى العدو، إلى الميليشيات الإرهابية. لم تنفحم في ذلك اليوم لا تركيا ولا أي دولة أخرى، ولم ينفحم سلاح الميليشيات، ولم ينفحم قادة الميليشيات المتواجدين في طرابلس وفي الخلف ومتواجدين في تركيا في ذلك اليوم. هذا اليوم كان رسالة قوية، وبعد ذلك من هذا النصر احنا أوقفنا العمليات احتراما لمبادرة القاهرة. وعليه نحن الآن تم رفع الكفاءة القتالية لكامل الوحدات العسكرية، سواء في النسق الأول غرب مدينة سرت، سواء في النسق الثاني، سواء في وحدات الاحتياط الموجودة في المناطق الخلفية للقوات العربية الليبية. القوات الجوية في جهوزية تامة للتعامل مع أي طارئ على الأراضي الليبية، للتعامل مع أي تحرك للميليشيات في مناطق العمليات سواء المعروفة سواء المحتملة. كذلك القوات الجوية قادرة على ضرب أي هدف على الأراضي الليبية، والرسائل السابقة قد وصلت كما ينبغي إلى أصحابها المراد لإرسالها لها. القوات البحرية، لن نتحدث كثيرا عن القوات البحرية. لماذا؟ لأن اليوم سيكون معي ضيف في هذا المطلب سيدخل بعد قليل. القوات البحرية بسواء قوات الزوارق السريعة وكذلك بمواقع الرادار والتصوير الإلكتروني سواء الراداري أو الكاميرات على طول الساحل الليبي، وتزويد هذه المواقع بالمدفعية الصاروخية التي نحيي رجال القوات البحرية ومن مهندسين ومن فنيين ومن خبرات من القوات البحرية الذين استطاعوا القيام بهذا العمل الجبار في عدة تجارب متتالية، نجحوا في الأخير بالوصول إلى مبتغاهم. كما نحيي رجال المدفعية الساحلية الذين التحموا مع القوات البحرية في هذه المعركة. حول هذا الموضوع وحول البحرية وحول ماذا حدث في تجربة صواريخ الدفاع الساحلي، أنا لا أفهم في البحرية كثيرا، ولكن اليوم أستضيف العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان قوات البحرية. كان حاضرا للتمرين، أهلا وسهلا، تفضل. كان حاضرا للتمرين الذي حدث في مدينة طبرق، وسيتحدث عليه بإسهاب تخصصه وهو صاحب الاختصاص. وأسألوا أهل العلم أو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شكرا سيدي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير والإكبار إلى أولئك الرجال الذين عملوا وواصلوا العمل ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى التجربة التي شهدناها في الأيام الماضية، وهم من منتسبي الموقع الفني التابع لشعبة الأسلحة والذخيرة بمدينة طبرق، فلهم كل التقدير ولهم كل الاحترام. العمل بالنسبة فيما يتعلق بالقوات البحرية، منظومة الصواريخ كان على مسارين. المسار الأول كان على فحص وتجهيز الصواريخ الموجودة في التخزين، وهذا العمل تم بسرية كاملة، وتم فحص وتجهيز الصواريخ
ونقلها إلى الأماكن التي من المحتمل استخدامها فيها، وهي الآن موجودة في أماكنها وجاهزة للاستخدام. المسار الثاني وبمتابعة من سيدي رئيس أركان القوات البحرية وأمر الموقع الفني في طبرق وأمر شعبة الأسلحة والذخيرة، كان هو إمكانية استخدام هذه الأسلحة هذه الصواريخ من منصات إطلاق. منصات الإطلاق لم تكن موجودة لدينا. القطع البحرية التي كانت معدة لإطلاق هذه الصواريخ تم تدميرها بالكامل في الفترة الماضية من بعد 2011، فكانت هذه المشكلة التي واجهنا. فكان العمل مستمر ليل ونهار من أجل إيجاد منصة لإطلاق صاروخ وزنه يقارب 3 طن، والمتخصصين يعرفون معنى هذا، أن تقوم بإطلاق صاروخ ويزن في إجمالي الوزن 3 طن، أن تقوم بقذفة في الهواء، فيحتاج إلى قاعدة متينة وصلبة وبموازين معينة وبقياسات معينة. فكان العمل مستمر من قبل المجموعة المكلفة بهذا العمل من الموقع الفني من أجل الوصول إلى هذا الهدف. طبعا الإطلاق كان أو الاختبار اللي جرى في الأيام الماضية كان الهدف منه هو اختبار هذه القاعدة، لم يكن إطلاق فعلي ولم يكن إطلاق من أجل اختبار الصاروخ، لأن الصواريخ تم اختبارها وتم فحصها وتم تجهيزها، وهذه مسألة إن فيها بعض الصعوبات ولكن ليس لدينا فيها مشكلة، وتعتبر الصواريخ الآن جاهزة للاستخدام. مشكلتنا كانت في القاعدة التي يتم الإطلاق من عليها، وهذا هو ما تم تجربه في التجربة السابقة اللي شاهدناها الأيام الماضية. فكانت في بعض التعليقات تتعلق بأن الصاروخ لم يذهب بعيدا أو أن الصاروخ كذا، لا، نحن الهدف من هذه العملية ليس تجربة الصاروخ ولكن تجربة قاعدة الإطلاق. والمتخصصين في هذا المجال يعرفون ما يعرف في إطلاق الصواريخ بالإطلاق الاضطراري. الإطلاق الاضطراري أنك تطلق الصاروخ وأنت مضطر لإبعاد عن السفينة مسافة محدودة جدا، لا يشتغل الرادار ولا الصاروخ اللي طلقناه نحن لم يكن فيه الوقود متاع المحرك الرئيسي ولم يكن فيه رأس حربة حقيقي، ولكن كان أهمنا الوحيد أن نحن نجربه قاعدة الإطلاق، وتم هذا العمل بنجاح. التجريب الثاني كان هو اختبار البارود أو الوقود الجاف للمحرك المساعد الذي كان مخزن في المخازن لفترة تقريبا 20 سنة، لأن آخر استخدام لهذه الصواريخ في التدريب كان منذ حوالي 20 سنة أو 25 سنة، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى أن القاعدة اللي تم تصنيعها محليا من ألف للياء بخبرات ليبية من القوات البحرية من الموقع الفني للصواريخ في طبرق نجحت في إطلاق هذا الصاروخ. الآن ما عادش عندنا مشكلة، الآن الصواريخ جاهزة والقواذف تم تصنيعها بأعداد سريع جدا. الآن في خلال الفترة الماضية أنجزنا ما يقارب عن 25 قاعدة إطلاق، ويتم تثبيتها في مواقعها على طول الساحل الليبي المسيطر عليه من قبل الجيش الليبي، وهي جاهزة للاستخدام. الشيء الثاني اللي نحب نشير له أن القوات البحرية لديها مخزون هائل جدا من قنابل الأعماق ومن الألغام البحرية ومن التوربيدات البحرية، وهي تحمل مواد متفجرة بأوزان كبيرة جدا قد تصل إلى الطن. وهذه المواد المتفجرة عملنا ليل ونهار على أن نحن نستطيع أن نوصلها إلى أي سفينة تحاول اختراق مياهنا الإقليمية أو مياهنا الاقتصادية. وفي هذا الموقف فإنني أحذر أي قطعة بحرية معادية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية أو المياه اللي تحتاج على المياه الاقتصادية الليبية راهي بتكون عرضة للتدمير، حتواجه كارثة بكل ما تعني بالكلمة من معنى. وهذا الكلام نوجهه أيضا وممكن يترجم إلى الشعب التركي بأن أبنائكم في القطعة البحرية التركية سيكونون في مواجهة كارثة حقيقية إذا ما حاولوا الاقتراب من السواحل الليبية. هذه الرسالة يجب أن تصل للشعب التركي لأنه محكوم بحكومة أردوغان، حكومة الإخوان المفلسين، وهم تحت إرهابها. فالشعب التركي يجب أن يكون على علم بمصير أبنائه إذا ما حاول الاقتراب من السواحل الليبية. هذا ما لدي فيما يتعلق بهذا. أنا نؤكد أن التجربة كانت ناجحة 100% والمختصين التجربة الآن شاهدها على تشاهد المنصة اللي تحت الصاروخ، هذه اللي هي المهمة بالنسبة لنا نحن. الصاروخ ما عندناش فيه مشكلة الآن، نحن مشكلتنا كانت في المنصة اللي تحت الصاروخ اللي هي تمسك الصاروخ وبحيث أنه يستطيع الانتعاش. القاعدة لم يحصل فيها أي شيء، لم تتأثر وكانت ثابتة، وذلك بفضل الله وبفضل الرجال الذين صمموا على تصنيع هذه القاعدة.
تشوفوا حجم العمل والتعب اللي صهروا من أجل هؤلاء الأبطال، أنهم الفرحة بعد الإطلاق، فرحة المنتسبين للموقع الفني طبرق بعد الإطلاق الصاروخ ونجاح العملية وثبات القاعدة. شوفوا هذا أحد المنتسبين يعني فرحان، والفرحة يعني معبرة. ونشاهد أيضا أمر الموقع الفني وعدد المنتسبين وهم فرحانين بشكل يعني عفوي وغير محسوب. شوف هذا أحد الوجوه اللي كانت تشتغل ليل نهار في الموقع الفني طبرق من أجل هذه اللحظة، عندما استقرت القاعدة الإطلاق في مكانها ولم يحدث بها شيء، يعتبر الاختبار ناجح 100%. والمختصين يعلمون هذه التعبير وهالكلام اللي نقول فينا، لكن بالنسبة للعوام الذين يعلقون بدون فهم فأنا لست في حاجة لأن أرد عليهم، لكن المختصين يعرفون معنى ما أقول، معنى الإطلاق الاضطراري ومعنى قاعدة الإطلاق ومعنى فحص وتجهيز الصواريخ ومعنى قنابل الأعماق ومعنى الألغام البحرية ومعنى التوربيدات البحرية. المختصين سواء في عند العدو ولا عند أبناء الشعب الليبي يعرفون معنى هذا الكلام. فرحة أمر الموقع، أمر الموقع طبعا فرحان، وهذا الضابط طبعا العقيد سالم فرج. أنا أحيي وأجدد التحية لإخواني وزملائي في القوات البحرية وأشد على أيديهم، وكذلك أحيي سيدي رئيس أركان القوات البحرية على متابعته لهذا العمل من ألف إلى الياء، ولكم الشكر والتقدير. شكرا أخي أبو بكر، ونحيي كذلك رجال القوات البحرية، حقيقة عمل وإنجاز تعودنا من الليبيين دائما الإبداع عند الضرورة، وهؤلاء هم الليبيين الشجعان، وهذه رسالة قد تكون وصلت الآن إلى الأتراك، والأتراك وصلتهم رسائل كثيرة من عدة مواقع، جثث وجثامين تنقل إلى تركيا وإلى أنقرة وهم يحاولون التغطية على ذلك. لكن أريد أن أكرر نقطة هامة جدا، وهي أن كل السفن، التحذير الذي الآن تحدث عنه أخي العقيد أبو بكر، عقيد بحار أبو بكر، كل السفن والزوارق وكل من يعمل في البحر عليه أن يأخذ الحيطة والحذر ولا يدخل المياه الإقليمية الليبية إلا بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، حتى يتجنب هذه الصواريخ ويتجنب المدفعية الساحلية ويتجنب بقية الأسلحة البحرية. نحن في معركة قد تكون معركة شاملة، العدو لازال يحشد، لازال يحلم، يحاول الآن الاستفادة من بعض المفاوضات السياسية أو المؤامرات السياسية هنا وهناك من أجل تثبيت نفسه. هنا أقصد تركيا، الآن نحن عدونا الرئيسي تركيا في ليبيا، عدونا الرئيسي مش الشعب الليبي، عدونا الرئيسي الأخوان المفلسين والمقاتلة والتكفيرية وكذلك الميليشيات الإجرامية. نتحول الآن إلى نقطة ثانية، القوات المسلحة تبني في الإنسان المقاتل الوطني اللي عنده عقيدة أن حرية البلاد واستقلال البلاد وحرية المواطن دونها الموت. ولكن في الطرف الآخر هناك جرائم. قبل قليل يعني توفي شاب من مصراتة في منطقة الزروق لأنه كان يحمل أموال، مجموعة عصابة هاجمت عليه من أجل أموال تم قتله، كل يوم جريمة قتل بهذه الطريقة، وهذا مؤسف جدا. الآن في اشتباكات على المعسكرات في طرابلس في معسكر 7 أبريل اللي في منطقة السواني في كريمية، الآن الضوال اللي ذهربين من بنغازي هاجموا في بعضهم في ذلك المعسكر الآن وفي قتله وفيه. الآن طرابلس تتعرض إلى جريمة حقيقية، الآن طرابلس تتعرض إلى انتهاك في حقوق الإنسان، وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى المفوضية حقوق الإنسان السامية التي اليوم أنزلت بيان وتحاول إلزام حكومة الوفاق بواجباتها اتجاه حقوق الإنسان. سنعرض عليكم الآن عملين يعني هذا العمل صورناه نحن اليوم أو أمس، وعمل وصل إطلاع اليوم من طرابلس ضد حقوق الإنسان، وهذا ما يحدث في طرابلس. طرابلس الآن في رعب، المواطن في طرابلس وفي مصراته في الزاوية، المواطن الوطني الليبي اللي ما قدرش يبيع بلاده الآن في رعب، قاعد في خوف، قاعد حقيقة في أزمة حقيقية. شوفوا
اليوم هذا الفيديو في طرابلس، شوفوا كيف ميليشيا مسلحة تدخل على مطعم وتخطف شاب وتتعدى عليه بالضرب. شوف جلسي في المطعم يعني جلسة ودية. شوف الآن هذا تقريبا أمس أو البارح في الليل الصبح، يعني في خلال 24 ساعة فقط، وهذه إحدى الجرائم من عشرات الجرائم. شوف هنا دخول الميليشيا الآن، مجرمين سراق، هذه هي شرطة السراج وشرطة باش آغا، وهي شوف 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 الدولة المدنية اللي يحكوا عليها وأتباع أردوغان. شوف ضربة مواطن على رأسها، تهديد بالسلاح، قال الدولة المدنية. تعرفوا زمان أيام الدولة دولة، هذه الحادثة الدولة الليبية كلها تعلن عن الطوارئ. هذا خطف الآن، تم خطف هذا. طبعا كذا من أجل المال. ابتزاز، قيافة الشرطة المدنية، شفتوا هذه قيافة الدولة المدنية. الشرطة في الدولة المدنية. هذا كذا بعقد مع أنقرة الملابس هذا. هذا طرابلس، هذا حال طرابلس يوميا بهذا الشكل. نعرض عليكم الآن فيديو، لكن الفيديو هذا طويل جدا، فنحن أخذنا منه حوالي دقائق فقط، وإن شاء الله الفيديو الكامل حتلقوه على الصفحة بتاعنا هذه الليلة. هذا الفيديو لأحد السجناء المحررين من مصراتة. حقيقة هنا يجب أن نحيي من ساعة في إطلاق سراح هذا الرجل، سواء من مدينة جدابية سواء من مدينة مصراتة، هناك ناس سعت في إطلاق سراح هذا الرجل. هذا الرجل ليس له علاقة بالعمليات العسكرية على الإطلاق، هو مدني، هو عسكري صح في الجيش رسالة واحدة، ولكن كان ماشي في مهمة خاصة في عمل خاص، طالع من جدابية إلى سرت يبي سبها ويبي حاجة أخرى، فتم القبض عليه في الطريق من فترة حوالي سنة، يعني من 2/6/2019. نسمعه الآن إيش يقول هذا المواطن، وبعد ذلك سيتم توزيع الفيديو كامل في وسائل على وسائل الإعلام لنعطي الليبيين ونعطي المتشدقين باسم حقوق الإنسان ولذرواحهم حقوقيين أن ينتبهوا، وعليهم الآن أن يأخذوا درس أو يأخذوا حصة في حقوق الإنسان من خلال هذا المواطن. فضيل صالح أبو بكر الشيخي عسكري نظامي رتبة عرف وحدة في منطقة جدابية الدفاعية تبع غرفة عملية جدابية، تم قبض عليه قبل ما يسمى الميليشيات بنيان المخصوص قبل عيد الفطر.